بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع جامد جدا في ال HMI، وانك تماستر الموضوع دوت بيديك capability ان انت تعمل حاجات يعني في ال HMI سو advanced، يعني حاجات هتفيدك جدا وهتوفر عليك وقت كتير على المدى البعيد. الحاجة دي هي الماكرو. ازاي تستخدم الماكرو في ال HMI؟ ايه هو الماكرو اصلا؟ الماكرو هو لوجيك جوه ال HMI ما تضطرش ان انت تحتاج PLC عشان تعمله. بمعنى بكل بساطة، انا عندي مثلا صفحة زي دي، انا عندي فيها سيت بيت، سيت بيت مومنتري وليكن خلينا نشغل لوكال بيت زيرو. اللوكال بيت زيرو دي نحط لها ليبل بس عشان نبقى فاكرين. تمام، انا عندي دلوقتي لوكال بيت زيرو. تمام، عندي سيت بيت لامب، خلينا برضو شغالين لوكال بيت 10. تمام، البيت لامب دي طبعا قلنا انها لوكال بيت 10، فهي ملهاش علاقة باللوكال بيت زيرو. انا لو جيت دلوقتي عملت، خلينا نشتغل على الستارت اب، نخلي الستارت اب بيج بتاعتي او سكرين هي عبارة عن الاوبريشن، ونيجي نعمل اوفلاين سيميوليشن. عايزك تركز بس في الحوار لان موضوع مهم جدا، وهو انا دلوقتي اللوكال بيت زيرو لو جيت ضغطت عليها مش هيحصل اي حاجة للمبة، يعني مفيش اي لوجيك معايا في البرنامج. انا دلوقتي عايز استخدم الماكرو بحيث لما اضغط على اللوكال بيت زيرو يفعل لي اللامب دي. تمام، اللي هعمله دلوقتي هفتح الماكرو عن البروجكت تاب، هضغط على الماكرو. تمام، هيكزت ده وهعمل واحد جديد اسميه مثلا بي لوجيك ايا كان. الماكرو عندي زي ما انتوا شايفين ده السينتاكس بتاعه، ده المين بيج بتاعته، ما بين المين فانكشن ده اللي بيحصل اكسكيوشن للبرنامج. فانا دلوقتي عايز اولا لازم تعرف تاجات، لازم تعرف الفاريبلز اللي انت هتستخدمها. فانا عندي فاريبل اسمه انا عايز اللوكال بيت زيرو لما تبقى اون يشغل لي اللمبه. تمام، دي هعملها ازاي؟ هقول له الاول انا عندي بوليون فاريبل اسمه وليكن اللي بي زيرو، نسميه اللي بي زيرو. ماشي، وعندي بوليون تاني، يا اما اعمل كده اللي بي 10، يا اما اعمل لها ديكلاريشن معاها اللي بي 10، الاتنين متاحين، يعني دي او دي مش هتفرق، فديت صح ودي صح. فخلينا نختصر، انا اعمل كومنت باني اعمل كنترول فورورد سلاش، هيعمل لي كومنت للسطر اللي انا عايزه. تمام، انا دلوقتي عرفت اتنين فاريبلز، واحد اسمه اللي بي زيرو، ده الاسم جوه الماكرو مش هو اللي بره. يعني انا ممكن اخلي ديت مثلا بيت 1 واخلي دي بيت 2 بيت 2. اوكي، فانا عندي اتنين بت دلوقتي، عايز لما البت 1 تبقى اون البت 2 تبقى اون. ازاي اعملها دي؟ ففي حاجه اسمها سيت اند جيت فانكشن، بجيبها من تحت هنا من كاتيجوري، اخليها بي ال سي واعمل جيت داتا. تمام، انا عايز البت 1 دي تيجي من ال بي 0، فهروح عند البت 1 اختارها في الفاريبل 1، اروح على الريد، عايزها تريد منين؟ من اللوكال اتش ام اي اللي بي 0. فدلوقتي اللي هيحصل ان انت ده السنتاكس بتاعي، انت ممكن تحفظه عادي، انك لما ال ال بي تبقى الستيتوس بتاع ال ال بي زيرو هيتخزن في البيت واحد من الاخر. تمام كده، انا معايا البيت واحد، عايز بقى لما البيت واحد تكون بواحد او لما تبقى ترو البيت تو تكون ترو برضو، وبعد كده لما البيت تو ترو هعمل لها ست في ال ال بي 10. تعالى ستيب باي ستيب كده عشان ما نتوهش مع بعض. فانا عايز دلوقتي بقول له اف البيت 1 اللي هي دي
لازم طبعا يكون نفس الاسم. وللاسف في الماكرو الديس ادفانتج بتاعتها ان مفيش اوتو كوركشن او يعني اوتو فيلينج، something that we see in the development environment in the typical programming languages. So anyway تمام. ولازم تكون حافظ 10 تكست بتاعتي بالظبط، لان مش هيعمل لك اوتو فيلينج زي ما اتفقنا. يبقى لما البيت 1 تكون بترو ممكن اعملها كده، اسيبها بالوضع ده او اخليها بتساوي ترو او بتساوي 1، بس دي مش دي الاساينمنت. عايز اخليها بقى اوبريشن اوبريتور اساينمنت اوبريتور، يبقى دبل ايكوال. فدي تنفع او دي تنفع، فاحنا يعني هنشتغل على الشغل الابسط جدا، وهو البيت 1 لما بتكون 1 ايه اللي يحصل؟ البيت 2 عايزها تكون بترو برضو. كنترول سي كنترول في ايكوال تو ترو، بس كده. ده كل الحكاية، اعمل اند اف في الاخر، ده السنتاكس من الاخر. فكل الحكاية بعد كده في الاخر هقول له انا عايز بقى قيمة البيت 2 دي تتخزن فين؟ في اللوكال بيت 10. فبدل الجيت داتا هعمل سيت داتا فانكشن، اختار بي ال سي set data، اختار البيت 2 عايز اكتبها فين؟ في اللوكال بيت 10. فده exactly this is what I trying to do here. انا عايز اخد الستاتس بتاع البيت 2 واكتبها في ال بي 10. فبالتالي لما يحصل activation للبيت 1، لما يحصل لي activation هتروح اصلا هي جايه الستاتس بتاعتها جايه من ال بي 0 تمام. فلما يحصل اكتيفيشن ال بي 0 هتروح تتخزن في البيت 1. البيت 1 هيقارن هيشوفها هيعمل لها كونديشن ستيتمنت، لما تكون بي 1 هيروح يدي ترو للبيت 2، وبالتالي البيت 2 هتتخزن قيمتها او هتتكتب قيمتها في ال بي 1، فاللمبه اللي هي دي هتنور في الاخر معايا. اوكي ده خطوه، دي حاجه. الحاجة التانية انا عايز اعمل اكسكيوشن للماكرو، اعمل سيف اند كومبايل. طبعا بيقول لي warning ان ال variable is not initiated، الفاريبلز بتاعت البيت 1 والبيت 2 مش انيشيتد. المفروض الطبيعي ان انت بتعمل لهم انيشيشن بفولس في البدايه، بفولس مثلا كده، ودي تعمل لها انيشيشن بفولس او فولس whatever the pronunciation that you're familiar with. فما فيش ورنينج دلوقتي، بس مش هتفرق كده لان ورنينج مش ايرور، فمش هيعمل لي باج في البرنامج كده. انا عملت البرنامج بتاعي، عايز اكسكيوت المايكرو ده بقى. حاجه من الاثنين، يا اما اعمل له بيريودكال اكسكيوشن ماشي، كل قد ايه؟ كل 10% ملي ثانية، يعني كل ثانية مثلا يعمل له periodical، بحيث بيعمل تشيك على البيت 1 والبيت 2 وهكذا، كل ثانية بيعمل تشيك ليها تمام. نعمل offline simulation. دلوقتي لما اعمل ال بي 0 هيبقى ال بي 1 بترو، ال بي 0 لما بتبقى ترو ال بي 10 بتبقى بترو. ليه؟ لان ال بي 1 ال بي 0 ال LB0 بتروح تخزن في البيت 1 تمام. البيت 1 دي بتخزن فيها قيمة ال LB0 اللي هي السطر ده ال get data ده تمام. بعد كده بيشوف البيت 1 ديت لو هي ب 1 لما اضغط عليها تبقى ب 1 تمام، بتروح تعمل يعني assignment للبيت 2 ب 1. البيت 2 ب 1 بتروح تخزن في ال LB10 اللي هي اللمبة دي. فده لوجيك استخدمت الماكرو من غير اللجوء لل PLC، فديت ميزه كويسه جدا. لو انت مش عارف تاكسس البي ال سي ممكن تعمل لوجيك جوه الاتش ام اي، سام سورت اوف سكريبتنج يو كان سي ماشي. ده اول اكزامبل معانا. عايزين اكزامبل اخر نعلى شويه، هنقول له مثلا لما نضغط على ال بي 0 عايزين نخزن قيمه 10 في مثلا نيوميريك انبوت. نيوميريك انبوت نخليه ال دبليو 0، عايزين نخزن في ال ال دبليو 0 ده نحط له مثلا تكست عشان ما ننساش ان ده ال بي ز ال دبليو 0 ماشي. ده ال ال دبليو 0 عايز لما اضغط على ال ال بي 0 يعني يخزن لي قيمه هنا وليكن 10 مثلا. دي اعملها ازاي؟ نفس الكلام، اروح على البروجكت ماكرو، اشتغل على الماكرو اللي انا شغال عليه، مش ده الماكرو اللي انا شغال عليه تمام. هقول له هعرف له طبعا التاجين بتوعي اللي هو البوليون
بت مثلا، وعايز تاج تاني اللي هو هيرمي قيمة 10 فين؟ في ال LW 0. اوكي هخليه من النوع من تايب ايه؟ 7 كومبايل، معلش اكزيت. انا عايز اعرف ال LW 0 ده النيوميريك انبوت ده الداتا تايب بتاعه ايه. فلما افتح كده ال لما افتح البروبرتيز بتاعتي على ايه من النوع. خلاص هو طالما ما ذكرليش النوع بتاعه يبقى هو الديفولت بتاعه ان هو وورد، والوورد هو عبارة عن شورت انيجر اللي هو 16 unsigned bit. لا هو لو اروح للفورمات الاقيه من الديفولت الداتا تايب بتاعي 32 bit unsigned، هخليها 16 bit unsigned. ماشي ده مهم جدا جدا عشان ما يحصلش conflict في الداتا. هاجي هنا واعرف له طبعا شورت لانه 16 بت، فالشورت هو المكافئ ليها. شورت اسميه مثلا وورد. اوكي فانا دلوقتي عايز لما البت تبقى بترو اخزن 10 في الوورد. فالاول هعمل له جيت داتا من ال ال بي 0. البت عايز اجيبها منين؟ من ال ال بي 0 تمام. وعايز اقول له اف بت then عايز اقول له if bit then. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه if bit then؟ يعني اقول له لما البيت تبقى بترو اللي هي ال ال بي 0 لما تبقى بترو عايز اقول له اعمل لي خلي لي قيمه الورد اللي هو ال variable اللي اسمه word خليه ب 10 ايا كان القيمه اللي انت عايزها. ماشي بعد كده اقول له end if. end if بعد ما عملت end if اقول له بقى اعمل لي assignment لقيمه الورد دي تحطها لي في ال LW 0. فاروح على الكاتيجوري PLC set data قيمه الورد اكتبها في ال LW 0. that's it. save and compile. طبعا initiation مفيش اي مشكله. offline simulation. المفروض اول ما بضغط ال بي 0 هيتخزن لي قيمه 10 في ال دبليو 0. ليه ما تخزنليش قيمه 10؟ في مشكله هنا بقى. تعالى نعمل ديبوجنج للبرنامج. انا دلوقتي لما ضغطت ال بي 0 ما خزنليش ما حطليش قيمه 10 في ليه بقى؟ لان انا عملت انا فتحت مايكرو تاني ولا ايه؟ في حاجه غلط. المفروض دي سبحان الله ايه اللي حصل مش فاكر. whatever هشيل دي من هنا احط قيمه وورد equal to 10 واحط هنا قيمه السيت داتا. تقريبا انا عملت كده علمت على ديت وقمت جاي عامل سيت فانكشن ومش عارف ايه فقامت جايه محطوطه مكانها. فده غلط انا عملتها في الاخر بعد ما خلصت الاف ستيتمنت تمام. فكده البرنامج ظبط معايا. اعمل له سيف اند كومبايل اوف لاين سيميوليشن. ليتس تراي ذات اجين. مجرد ما ال بي 0 هيحط لي قيمه 10 طبعا لانها بتاخد ثانيه في الاكسكيوشن فانا لازم اتكه سنه شويه صغيرين يعني. فلو انا خليت الاكسكيوشن بتاع كل مثلا واحد من 10 ثانيه save and compile offline simulation مجرد ما اضغط على ال ال بي 0 watch what would happen حط لي 10 على طول. that is going to be done here. so I guess that this is fascinating feature that you wrap your head around. it is going to help you in the long run when you build up a very critical application that is full of you know intricacies. but anyway تعال نتكلم على مثال ثالث تمام. انا عايز دلوقتي مثال ادفانسد شويه. هنرجع تاني للهوم بيج. دي اللوجن بيج. انا عايز لما اضغط على اللوجن بدل ما يعني عايز لا عايز زرار من الاخر بعد ما اعمل لوجن عايز مثال اخر وهو انا عايز دلوقتي
ال LB0 لما اضغط عليها ينقلني لصفحة تانية. المثال دوت ادفانسد شوية، فخد بالك ال LB0 مش بس مجرد هتحط لي 10 هنا، لا انا عايز اشيل دي على جنب دلوقتي، وعايز اقول لما اضغط على LB0 يوديني على ويندو وليكن الهوم اللي هي دي اللي هي رقم 10. اوكي، فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ يبقى في حاجة جديدة لازم تاخد بالك منها، وهي ازاي اعمل ازاي اتنقل لصفحة تانية عن طريق سويتش او عن طريق بيت ستيتس. ففي حاجة جديدة هنتعلمها دلوقتي، وهي من الاوبجكت اسمها بي ال سي كنترول. بي ال سي كنترول هعمل نيو، انا عايز دلوقتي البيت الورد اللي هي ال W0 تعمل ايه؟ تعمل لي تشينج ويندو، بحيث القيمه اللي تتحط في ال W0 هي قيمه الويندو اللي انا هعمل لها تشين، اللي انا هروح لها، وهشيل اكتيفيت اونلي ويندو ديزيجنيتد ويندو اوبند، هشيل العلامه دي، ويبقى قدامي ده السيتنج بتاعت المفروض تعمل. انا عايز دلوقتي طبعا الداتا يعني الداتا تايب بتاعتي لازم تكون 16 بت انسايند عشان تكون ماتشت معايا. فال LW0 القيمه اللي هتحط فيها هي قيمه الويندو اللي انا هروح لها، تمام؟ فانا لو حطيت قيمه 10 زي ما احنا عملنا في المثال ده، انا متوقع ايه اللي يحصل؟ ان انا هروح للويندو رقم 10 اللي هي الهوم، الهوم هنا هي الويندو رقم 10. فتيجي نجرب الكلام ده، نروح على البروجكت نعمل اوفلاين سيميوليشن، ومجرد ما اكتب 10 هنا هيروح لي للهوم بيج. لو انا ضغطت على ال بي 0 10 راح لي للهوم بيج، دي الهوم بيج اللي هي نمبر 10 هير. فديت مثال محترم جدا بيعلمك ازاي تستخدم الماكرو برضو في ال HMI من النوع وينتك في برنامج الايزي بيلدر برو. عايزين مثال ادفانسد اكتر، انا عايز استغل الماكرو في اني ما احتاجش لللوجن، يعني مثلا عايز زرار يعمل لوجن وفي نفس الوقت ينقلني لصفحه. الكلام ده مش موجود في زرار اللوجن. زرار اللوجن بيعمل ايه اصلا؟ بيخزن قيمه بيحط بيكتب قيمه 2 في العنوان اللي اسمه UAC data، اللي هو ده UAC command طبعا، دوت هو عنوان اللي هو ال LW8950. ففي local word اللي هي 59850 بتتكتب فيها قيمه 2، فبالتالي بيحصل لوجن. لو عايز اعمل لوج اوت بكتب في نفس العنوان ده اللي هو ال LW8950، لو عملت hover over this address UAC command هيظهر لك العنوان اللي هو بيتكتب فيه قيمه 3. فقيمة 3 لما تحط في ال UAC command، طبعا ده set word object اللي هو هنا اصلا، انت ممكن تعمل ال login you know button ده بانك تجيب set word وتحط العنوان بتاعك، يكون طبعا هو جايبها automatically هنا اهيت، بس انت ممكن تغيرها عادي. يعني ال W0 تخليها ال W8950، وجيت تعمل لها user defined tag هتلاقيها automatically بقت UAC command. فده لو انت عايز تعمل زرار login وزرار log out، يعني مش شرط ان انت تروح تاخدهم من ال built in windows اللي هي بتبقى موجودة هنا، اللي هي بتبقى فين؟ في ال login وال log out هنا، بتفتح دي بتلاقي ال login دي بتاخدها وتعملها هكذا، يعني في كل حاجة تقدر تعملها ان شاء الله. فنرجع تاني لصفحتنا، المثال بتاعنا احنا دلوقتي كنا بنقول ان احنا عايزين زرار يعمل لوج ان وفي نفس الوقت يدخلني على الصفحه اللي هي بتاعت الصفحه بتاعت الويندو، بس لو عمل لي لوج ان صح، بمعنى لو كتبت هنا الباسورد صح للادمن بتاعي ايا كان اليوزر بتاعي، لما ادخله صح يظهر لي هنا قيمه سكسس. انا الطبيعي بتاعي ايه عشان بس نفهم الموضوع؟ نروح على السيستم بارامترز، نخلي اللوكال بي يعني الستارت اب بيج بتاعتي او الستارت اب ويندو نخليها الهوم. اوكي، وعايزين زرار اللي هو الاوبريشن يظهر معايا، الاوبريشن ده على سكيورتي طبعا كلاس اي،
اخليه make invisible when protected، يعني بحيث يكون invisible. اجي اعمل offline simulation، عايز اعمل لوج ان دلوقتي، لوج ان بروسيجر، طبعا زرار الاوبريشن مش باين معايا، فلما اعمل يعني اعمل لوج ان لليوزر اللي هو ادمن، انتر لوج ان، طبعا قال لي سكسس وظهرت معايا، فاقدر اروح للاوبريشن بيج. فانا يعني استخدمت، عملت هنا خطوتين، ان انا ضغطت على لوج ان وفي نفس الوقت عملت دي، فانا مش عايز ده يحصل، انا عايز لما اضغط على لوج ان يروح على طول لصفحة الاوبريشن، ما اضطرش ان انا اعمل لوج ان وبعدين اضغط على الاوبريشن والكلام ده. فدي اعملها ازاي؟ بكل بساطة انا عايز ايه؟ عايز زرار وليكن ال بي زيرو ده، لما اضغط عليه، ماشي، انا عايز لما اضغط على ال بي زيرو يعمل الاتنين دول، يوديني على السكرين، وده المثال لسه واخدينه من شوية، ويعمل لي لوج ان. فدي اعملها ازاي؟ بس طبعا ما يودنيش هنا الا لما اعمل لوجن صح. فدي اعملها ازاي؟ خلينا في اول خطوه، انا عايز لما اضغط على ديت يعمل لوجن، يبقى لازم اخزن قيمه 2 في العنوان اللي هو ال دبليو 8950. ما تيجي اما نجيب ال دبليو 8950 هنا عشان ما ننساش، تمام. فافتح الماكرو بتاعي اللي انا كنت شغال عليه، هفكني من ده كله، هعمل كومنت ونبدأ كتابة جديدة من الأول. هقول له مثلا أنا عندي، نعرف البيت بتاعتي، ماشي، وعندي برضو وورد شورت وورد، بحيث دي اللي هتنقل قيمة الاتنين لل LW 8950، تمام. انا عايز اقول له هات لي قيمة البيت من ال LB 0، فاقول له get data من البيت هاتها لي من ال LB 0. دي اول خطوة. عايز اقول له لما البيت تكون بزيرو، لما البيت تكون بواحد بترو، انقل لي قيمة 2 لل L للورد، فاف بت then قيمة الورد بتساوي 2. انا كده حطيت قيمة 2. انا عايز دلوقتي طبعا اند اف، تمام، الشرط اتحقق، تمام. عايز اقول له بقى القيمة دي وديها لي في ال LW 8950 عشان يعمل لي لوجين. فاقول له ايه؟ فاقول له set data، set function plc set data، هات لي من الوورد حطها لي في قيمه ال LW 8950. مجرد ما اضغط على user defined tag ولا system tag، لا system tag، لا مش system tag، ال LW 8950، اقول له user defined tag، او مش هي، لا it's not that on me، اوكي 89 مش موجودة في اليوزر ديفاين. طب خلينا في السيستم تاجز، اقول له 89 50، اوكي لا 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 ال دبليو LW، لا إله إلا الله، أوكي ماشي. خلينا نجرب من غير ما نروح هناك أصل، LW 8950، ماشي كده. قيمة الوورد اللي هي 2 دلوقتي هتحط في ال LW 8950. تعال اما نجرب كده ونشوف اللوج ان هيحمل معايا ولا لا. offline simulation، المفروض زرار ال LB 0 دوت دلوقتي بيكافئ زرار اللوج ان، فلما اجي اضغط هنا اكتب الباسورد بتاعي،
واعمل ال بي زيرو، عمل لي سكسس بيوتيفول، عملت لوج اوت تاني اوكي. جيت اعمل ال بي زيرو هيديني باسورد ايرور. لو انا جيت كتبت تاني الباسورد الصح بتاعي انتر ال بي زيرو، خلي بالك انا مش ايه اللي حصل دلوقتي، هو ظهر لي ده من غير ما اضغط على ال بي زيرو، لان اللي حصل ان ال بي زيرو ما زالت ترو. هل ده لان ال ال بي زيرو دوت سيت بيت مش طاجو؟ هل هو طاجل مثلا؟ يبقى ال بي زيرو دي ما زالت بزيرو، فانا عايز اعمل ديباج للحوار ده، عايز اشوف هل حالة ال بي زيرو بتتغير. اولا انا عايز اتاكد ان هو مومنتري، هو مومنتري ما شاء الله كويس جدا، فالمفروض بضغط عليه واسيب يرجع فولس. فانا عايز احط بيت ماب يعني بيت ماب هنا بتعبر لي عن ال ال بي زيرو. الحمد لله. اوكي. I'll check. اوكي. تمام كده انا اقدر استخدم الماكرو بتاعي. تعال نعمل اوفلاين سيميليشن. ماشي. دلوقتي لو ضغطت على ال بي زيرو باسورد ايرور، لو ضغطت 2 4 سي اوكي. عمل ظهر لي دي على طول، معنى كده ان هو مجرد ما كتبت الباسورد بتاعي هو خد القيمة المتخزنة. ليه بقى؟ اعتقد نفتح الماكرو. دي مشكلة خطأ في الكتابة. فهو ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان هو جاب قيمة ال ال بي زيرو حطها في البيت اوكي. ف البيت بقت بون، اول ما خليت ال ال بي زيرو بون البيت بون واستمرت على انها بون. فلازم اعمل هنا ايلس ايلس لا، او ممكن ما اعملهاش هنا، لا ممكن اعملها في الاخر بعد ما اعمل الاكسكيوشن لكل حاجة. اقول له مثلا bit equal to 1 0 sorry 0. او ممكن تكون دي مشكلة الانيشيشن. تعال ما نجرب كده نعمل انيشيشن للبيت، نخليها بزيرو بفولس. تقريبا هي دي اللي هتحل المشكلة. ونعملهاش انيشيشن 7 كومبايل اوف لاين سيميوليشن. هل لما اعمل انيشيشن ليها هترجع بزيرو؟ اعتقد ده هيبقى كلام جميل جدا. 1 2 3 4 5 6 اوكي ال بي زيرو سكسس. تمام عملت لوج اوت دلوقتي، لا ما زالت بون. لو انا جيت كتبت مثلا الباسورد بتاعي انر سكسس ظهرت، يبقى لازم اخليها في الاخر بزيرو، يبقى مش الانيشيشن هو اللي بيعمل لي false. beautiful 7 compile offline simulation. let's try that again. هنحط الباسورد بتاعي. password error 1 2 3 4 5 6 اوكي ال بي 0 1 2 3 4 5 6 اوكي ال بي 0 success. اوكي exit log out باسورد ايرور، مازال لسه واخد ال ال بي زيرو. طب ليه يا جدعان؟ دي مشكلة محتاجة حل، وهو ان ليه يعني ليه مازال واخد قيمة ليه؟ ليه يا باشا؟ اقول لك ليه. لان قيمة الاتنين ديت مازالت مخزنة في ال ال دبليو 8950،
فبالتالي لازم برضو اصفرها، لازم ايه اصفرها، اخلي الوورد equal to zero. تعال كده اما نجرب. فطبعا هو ال trial and error is yeah is a key to success at some points. الحمد لله. Enter it'll be zero. success. Log out. تمام كده مظبوط، مش هترجع تاني success. Enter. تكيت wrong password. فهيضطر ان انا بالظبط كده، كده ظبطت معايا الحمد لله. فالفكرة كلها ان هو كان متخزن بقيمة الاتنين في ال LW8950. فدلوقتي عملت اول جزء من الموضوع، وهو ان انا عملت زرار اللوجن. من الاخر ال LB0 هي استبدلت لي اللوجن، فانا دلوقتي استغنيت عن اللوجن. عايز بقى اعمل حوار ان انا لما ال LB0 اعمل لها تاجو او اضغط عليها تعمل الحاجتين، تعمل لوجن وتخش على الصفحة دي. ما اضطرش ان انا كل شوية اضغط على لوجن ثم اضغط على دي. وده سؤال اتطلب مني حرفيا في مشروع، وكنتش عارف ساعتها، فكان هيفرق معايا لما كنت اعمله. تمام. فايا كان anyway ماشي اوكي. دلوقتي الخطوة الجاية اللي هي ازاي نعمل الموضوع ده. انا عندي دلوقتي اللوجيك، عايز اقول له بعد ما انت عملت لوجن عايز اتأكد ان اللوجن حصل، اعملها له ازاي؟ اقول له يا برينس هل اللوجن حصل؟ اعرف ازاي حتة اللوجن حصل ديت. save changes يعني. عارف ده بيحصل امتى؟ عارف حتة success اللي بتظهر دي؟ ده عبارة عن بيت. البيت ده هو ده العنوان بتاعه، ده الباسورد ايرور. انا عايز بتاعة السكسس اللي هي دي السكسس. البيت بتاعه هو الادرس بتاعه لوكال بيت، لوكال وورد بيت جوه الوورد اسمها 89 51 00. من الاخر هي السكسس. فانا عايز لما السكسس دي تحصل وديني عند الصفحة دي، والصفحة ديت هي الاوبريشن اللي هي رقم 10 اللي هو نفس التاج في ال PLC control. لو تفتكر احنا عملنا PLC control object، خدنا ال LW10 ديت، عايزين بقى يعني ال LW0 هنضيفها، هنحط فيها رقم 10 لما يحصل لوجن. من الاخر ايه اللي هنعمله؟ هنفتح الماكرو اللوجيك بتاعي، هقول له ضيف لي تاج جديد اسم بوليون برضو، وليكن اسمه سكسس. ماشي. انا عايز بقى اخد سكسس ديت منين؟ هقول له get data success local HMI من ال user defined tag اللي هي ال success. الله ينور عليك. لو انت ما ظهرتش معايا بتكتب هنا success، هتظهر لك دي، تلاقي جات لك تكة اوكي. يبقى انت كده خزنت قيمة ال success في ال local tag او ال local variable اللي هو ال success. فانا دلوقتي عايز اقول له لما ال success دي تكون بترو، بمعنى ان اللوجن حصل بالفعل، انقلني لصفحة رقم 10. هقول له if success then، والله انا عايز قيمة ال اضيفتك الجديد طبعا short word 2، واقول له قيمة ال word 2 دي خليها لي بعشرة. end if، ثم اقول له ان قيمة الورد 2 ديت حطها لي في ال LW0. اقول له set data من ال PLC set data قيمة الورد 2 حطها لي في ال LW0.
ال LW0 هيتخزن فيها قيمة 10، وبالتالي هينقلني للصفحة اللي أنا عايزها. بس ده مش هيحصل إلا لما أعمل ديلي، ده من واقع الخبرة، لازم أعمل ديلي بعد ما أعمل لوجن، لأن بتميك سنس معاك إن أنا دلوقتي لو عملت لوجن ممكن يكون عدى أصلا السطور دي. فبالتالي بعد ما أعمل سيت للورد دي بحيث أطمن اللي حصل لوجن، أعمل ديلي وليكن بقيمة ثانية مثلا أو نص ثانية يا عم عشان ما نتأخرش، عشان عارف وراكو شغل كتير. عملت ديلي هيبدأ بقى ياخد لي قيمة السكسس ديت، يتأكد إنها جت ويروح يعمل لي كونديشن ستيتمنت ليها، ولو هي تمام لو اللوجن حصل مظبوط هيحط لي قيمة 10 في الورد 2، ثم يرميها لي في ال LW0 اللي هو هينقلني للصفحة رقم 10. يعني نعمل اوفلاين سيميوليشن، ماشي. انا دلوقتي عايز اكتب باسورد غلط، هعمل LB0، قال لي باسورد ايرور. افرض انا دلوقتي عملت الباسورد صح، بسم الله، طبعا باسورد ايرور 1 2 3 4 5 6 انتر ال بي 1 سكسس، وما راحش. ليه ما راحش؟ تعالوا نشوف ليه ما راحش. انا دلوقتي لما ضغطت هنا عمل لي سكسس، فبالتالي الطبيعي ان هو يروح. انا دلوقتي عملت ست لقيمه الاتنين دي، حطيتها لي في ال LW فحصل سكسس، عملت ديلي 500. اوكي، طب ازود الديلي شويه. ليه بقى؟ لان اصلا ممكن تكون المشكله هنا انه بيعمل اكسكيوشن كل 1 من 10 ثانية، وانا هنا عامل له الديلي نص ثانية. فلو انا خليته مثلا دي 100 وخليت ديت 5، فبحيث الاكسكيوشن يستمر ما يعملش اكسكيوشن قبل الديلي ما يخلص. تمام، سيف اند كومبايل اوف لاين سيميوليشن. تعال اما نجرب تاني، هنحط اي باسورد. طبعا هيقول لي باسورد ايرور 1 2 3 4 5 6. اوكي، ما راحش برضو. ليه ده؟ ليه ما راحش؟ انا دلوقتي عرفت البيت الورد 1 والورد 2 والسكسس، خدت قيمه البيت من ال بي 0. تمام، شفت قيمه البيت الستاتس بتاعتها، لو بواحد هيحط لي 2 في الورد، ماشي، وبعدين يحط لي قيمه الاتنين ديت يخزنها في ال دبليو بدليل ان هو عمل لوجن سكسسفلي. تمام، نصغر دي تاني ونخلي دي 300 مثلا، هيعمل لي ديلي لمده 300، ثم بعد ذلك يجيب قيمة السكسس البيت ديت يحطها لي في البيت سكسس، ثم يشوف الاستيتس بتاعت السكسس، هل هي بترو؟ لو بترو هتحط لي وورد 2 ب 10، ثم تقوم جاي ناقل قيمة الوورد 2 دي تحطها لي في ال LW0. تمام، فعشان نتأكد من الموضوع دوت، سيف تشينجز اكزيت، عايزين نحط نيوميريك انبوت هنا اللي هو من الاخر محطوط في صفحة الاوبريشن اللي هي دي، انا عايز دي عشان اتأكد ان قيمة 10 اتنقلت هنا، وإلا يبقى كده مش تمام. اوكي، لو انا عملت لوجن دلوقتي هيقول لي باسورد ايرور انتر، حط لي 10 وما راحش. دي مشكله تانية بقى، دي مش مشكله اللوجيك بتاع الماكرو، ولكن دي مشكله الديتا تايب بتاعتي اكيد، لان انا لو حطيت هنا سيت وورد ال LW0 لما تبقى ب 10
ما بيروحش للصفحة. هل ده معناه ان انا لو جبت هنا مثلا set word حط كلمة 10 لل LW 0 خلي الليبل اللون بتاعه اسود؟ ماشي، عايزين نظبطه. دود سينر سينر بيوتيفول. تعال نعمل اوفلاين سيميوليشن ونضغط على ال دبليو 10 ونشوف هل فعلا هتروح للصفحة ولا لا. اللي بيحصل اقول لك ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل يا برنس ان الداتا تايب هنا في مشكلة فيها. سيت وورد داتا 32 بت فلوت، لا المفروض تكون 16 بت انسايند عشان تبقى نفس الداتا تايب. اوفلاين سيميوليشن، لو انا جيت ضغطت هنا دلوقتي هي اوريدي محطوط فيها 10، فالمفروض تكون هناك. password error، في مشكلة. لو رحت لل PLC control مش الداتا تايب هنا 16 بت unsigned بدليل ان انا اصلا استخدمت LB0 ده، حطيت L10 كنت مستخدمها قبل كده. so what's the problem؟ افتح الماكرو تاني بالراحة. ده من النوع شورت صح؟ ايه مشكلتك بقى؟ انا ليه لما بيتحط قيمة 10 ما بيروحش للويندو؟ دي مشكلة ايه؟ اعتقد مشكلة ال PLC control object. طب ما تيجي نغير دي نخليها LW 5 عشان بس نبعد شوية عن القديمة. دي LW 5 اوكي، الليبل خلي LW 5، دي LW 5 تكست اوكي. ونفتح الماكرو LW 5. so let's try that again. ايه قيمة 24 اللي already مخزنة دي؟ ممكن تكون لازم عدد زوجي مثلا. اوكي يلا دبليو 6 set word 2
عم خلينا نجرب تاني. PLC set data word 2 LW set تمام. save and compile offline simulation. لو انا حطيت هنا قيمة اللي بيحصل في اصلا واحد شغال. I'm so sorry with that. لما تيجي نشوف الحوار ده اصلا المفروض دي تكون جوه الاف كونديشن، يعني انا حاططها بره معنى كده انها هيحصل لها اكسكيوشن، فنخليها جوه الاف. تفهمني؟ ونخلي دي جوه الاف. ده الطبيعي. تعال نعمل بقى كومنت على دول، فتلاقي ده اصلا السبب انها كانت بتعمل لوج ان لوحدها، لانها كانت اوريدي بتبقى موجوده بره، فلازم يكون دي متحققه الاول. فاهمني؟ فاعتقد كده هتظبط معانا. حطيت دي بقت ب10، المفروض بقى تروح على الصفحه. ليه بقى ما راحتش على صفحة رقم 10؟ لان انا اوريدي في صفحة رقم 10. سبحان الله. الاوبريشن هي صفحة رقم 11. اوكي، فالمفروض تحط فيها قيمة 11. ده الميك سنس معاك. سبحان الله. سيف ان كومبايل. اتمنى يكون الموضوع يعني واضح. اعتقد كده الدنيا وضحت. هنكتب هنا اي رقم، هيقول لي باسورد ايرور. لو كتبت الباسورد الصح انتر راح لي على الصفحة. الحمد لله رب العالمين. اعتقد كده الامور بقت واضحة جدا. يعني ده بكل بساطة هو الماكرو. طبعا انا طولت معاكم جدا جدا، بس كان لازم نعمل ترابل شوت للحتة ديت عشان مهمة هتحتاجها ان شاء الله في الابليكيشنز اللي بتقابلها. اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو، واشوفكم فيديو جديد اكثر افادة، وربنا ينفعنا وينفع بينا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.